العامل المتعلق بالمقاوله، الماده 16 من قانون المقاولات الاجاريه. هذا امر صراحه حتى الان انا كمعامل سجلت كثير شركات بالماده 16، حتى الان ما بستطيع اجاوب الكلاينت تبعي شو المطلوب، لانه صراحه الاسس غير موجوده. صحيح انه هذا القانون مش قانون الشركات، ولكن هذا برجع لكم، لانكم انتم بدون موافقه لجنه الماده 16، وانا احنا بنسميها مجازيا الماده 16 التي هي تراسها معالي وزير الاشغال او الامين العام، مدير الاعضاء الحكوميه كمان والنقباء المهندسين والمقاولين، لا يوجد اسس واضحه عندما طرح هذا. يعني انت بنطرح عليك العطاء، تاخذ العطاء وتقدم عليه انك تسجل شركه اباشر بغض النظر المدد، لا عندي خط الطريق واضحه امتى حسجل الايام قاعده بعد انا وقعت المبلغ ودفعت عليه رسوم الطوابع بمبالغ ممكن تكون خياليه، وبدا عداد يتعاي ولا الشركه لسه مش مؤسسه، لانه مش مسجله، لانه بيجي عندك رقيب المهندسين ومعه حق يدافع عن حقوق المهندسين ويقول لك حيي لي 200 مهندس، بيجيك نقيب المقاولين ويقول لك والله بدي اخذ السيفل وورك كله. هلا في طبيعه متخصصه، اذا كان في هناك تمويل اجنبي طبعا ممكن تكون منفرد، ولكن في 99 من الحالات يجب الاشتراك عن المقاول الوطني، وانا مع هذا الكلام، ولكن يجب ان يكون هناك اسس واضحه مش تترك فقط للجنه 16، يجب ان يكون هناك دور اكبر مرافق الشركات في هذا الكلام. اسف الاطاله. شكرا لكم. بعض الملاحظات امور اضافيه عما هو حاليا في نطاق الشركات، بمعنى قانون الشركات عم بيحكم عمليه تسجيل، في نفس الوقت دائره مراقبه الشركات ليست دائره ترخيص، يعني هي ليست معنيه بترخيص ممارسه العمل، هي معنيه في التسجيل، وهناك وزارات ومؤسسات اخرى هي معنيه بالترخيص. يبدو احيانا ان تظهر عندنا هاي الامور زي ما ذكرت مثلا بطلع على موضوع المقاولين، لانه في متطلب لدى وزارة الأشغال إذا في عطاء للمقاول المقاول الأجنبي يجب أن يكون هناك نسبة معينة للمقاول الأردني، فالطريقة اللي وزارة الأشغال بتضمن أنه هذا المقاول التزم بهذه النسبة يمكن اللي عم تعمل شوية على كل نفس الشيء. موضوع نقابة المحامين وقانون نقابة المحامين أيضا مرة أخرى، دائرة مراقبة الشركات هي جهة تسجيل وليست جهة رقابة من حيث ممارسة الأمين، لكن هذه الملاحظات أنا بشوفها قيمة جدا، احنا رح نضيفها للنقاط يعني ان شاء الله بتوضيح فيها كلها، ويعني بيتم دراستها بشكل معمق. ما نستطيع ان نعالجه في قانون الشركات يعالج، ما لا نستطيع ان نعالجه قانونا في خصوصيه مره اخرى لعمل دائره مراقبه الشركات ومفهوم ومبدا قانون الشركات، وهي عمليه التسجيل والرقابه في نواحي معينه من خلال القانون. ممكن ايضا ان تبحث مع الوزارات والجهات الاخرى اذا في امكانيه لمعالجه هذه المشاكل من خلال قوانينها وانظمتها او تعليماتها. في مقترحات ايضا جيده وجديده على راس المال المبالغه بشيء غير منظم عندنا في الاردن، فايضا مشكله عن هذه المقترحات يعني ناخذها بعين الاعتبار في الدراسه. انا بدي اعتذر جدا منكم، تسمحوا لي عندي اجتماع اخر تاخرت عليه، لكن انا حرصت ان اكون موجوده في هذا اللقاء ونشكر يعني رئيس الوقت مره اخرى، ما بديش اطلع الكثير وبشكر حضور الجميع، يعني حضوركم هذا دليل على اهتمامكم الكبير في هذا الامر ومقدر جدا، وان شاء الله يكون عندنا لقاءات لاحقه مع المجموعه يعني في ضوء هذا اللي نعتبره نقاش اولي او حلقه نشاط اوليه، ونطلع ان شاء الله على لقاءات ان شاء الله معي معذوره، لكن كمان يعني ملاحظات زائد الملاحظات اللي بتذكر الان واللي راح تجينا ان شاء الله من تكون ملاحظات. معاليكي ممكن بس ملاحظه، ممكن ملاحظه صغيره نص دقيقه على موضوع قانون نقابه المحامين. احنا القاعه هاي بتضم، هاي القاعه بتضم مختلف الجسم الاقتصادي بالاردن. احنا بنخاطب الحكومه عبر معاليكي انه احنا راصدين هذا القانون، سبق انه احنا القطاع الاقتصادي جلسنا، والان حسب المداخلات اللي صارت هناك صعوبة بالغة جدا في تطبيقه، لذلك احنا بنطلب وقف تعديل القانون وتحويله لقانون الشركات. شكرا. شكرا لك يا محمد.
10 ثواني تاخذ التحديات من القانون تغير القانون بالعكس اذا سمحتوا خلينا نكمل اللقاء احنا يعني بوجودكم شو بدنا ناخذ ملاحظات على اساس بس موضوع النظام الاستثمارات غير الاردنيه اثار اخونا مروان سيف كمان بعد ورقه كده بس هل الان في نظام جديد في اقتراحات الحكومه وهذا يتم اقراره من الوزراء المفروض يكون على البرلمان لانه كان عندنا في بعض القطاعات لا يجوز التبلغ فيها بنسبه اكثر من 50% مثلا من القطاع الملاحه مثلا والقطاع البحريه اصبحت شركات اجنبيه تنشئ شركات اردنيه وتعتبر حالها انها هي الشركه اللي مثلا كانت 50% الاجنبي 50% مملوك الارضي فما بروحوش على التمت اونر يعني المالك الحقيقي او المالك النهائي للشركه فاعتبروا ان الشركه الاردنيه تملك هذا راس المال وهذا ممكن يكون حتى يتجاوز بعض العقبات القانونيه اتوقع احنا يجب ان يكون ما نتعمق في من هو المالك الحقيقي لهذه الشركه بالنسبه للمعايير اللي بنسميه فورن كنترول او الاستثمار الاجنبي مدنية يعني احنا كمحامين كمهندسين كاطباء
بتسوي شركه مدنيه اصحاب مهن صاحب مهن مضبوط لك تسوي شركه مدنيه بس هذه لها امتيازات مختلفه عن الشركات الاخرى يعني اذا الصيادله عنده شركه واحده استطاع في نوع من المنصب الى هذا القسم بهذه الشركه ونفس الشيء يعود الى الاطباء اذا عنده مستشفى خاص من كل شركائه ما بيخضعوش لحسابات ونظام شركات واربع وقفات زي الشركه الاخرى وهذا ميزها دون يعني ما بعرف شو السبب لأنه الآن في كل عائلة في 50 محامي بيقدروا يسوي شركة قانونية وفي كل عائلة على الأقل في الأردن في 50 صيدلي و 50 طبيب إذا العملية صارت أعتقد أنها يعني في الواقع ما بعرف شو جدولها يا ريت الأستاذ هي أصلاً موجودة أصلاً بس قانونها يعني لا تخضع عن النطاق في شركة شكراً شكراً في خطورة زراعة تكتلات خلينا عساس نعم تملك شركات تؤثر على أنا كمان بدي من حضراتكم شكراً يمكن بما كل واحد أي واحد زي كتبنا يعني أصبت يعني خلينا نزود خطورة كل الملاحظات عشان يكون هم الفيدباك كمان هم يعرضوا عليك تصرف طبعا سيدي زراعة مساء الخير للجميع وشكراً لك يا عيسى على هذا اللقاء الطيب يسمح للجميع ان يبدي رايه في هذا القانون المهم وهو قانون يمس اقتصاد البلد في الشركات الثانيه. انا لي راي فيما يتعلق بقانون الشركات. اعتقد اصبح قانون الشركات فيه من السهوله المبالغ فيها بحيث انه اصبح يعني بشكل سلبي بشكل مش بشكل ايجابي. ف يعني قد يكون هذا القانون هو يعني مصمم يمكن لبلد او لناس يعني يكون عندهم من الدراية والمعرفة أكثر مما إحنا يعني ممكن واحد يروح سجن يعني 20 شركة في يوم ثاني يوم بياخذ شهادة سجن ويطلع فيها على السوق وبيدور على السوق عم يسجل شركة وتبدأ الشركات الثانية ترده وتديله بضاعة ثاني يوم ثم البضاعة ويسحبها نحن بحاجة إلى قوانين رادعة قوانين يعني ضابطة أكثر بموضوع التجارة هذا موضوع التجارة مش سهل يعني ممكن البلد تروح في جاية وانت ما بتعرف لانه انت مش حاطط اسم صحيح لموضوع ضبط العملية التجارية يعني انا ما بعرف كيف واحد بيجي بياخذ مصنع بسجل مصنع وعلى 5000 دينار والمصنع بكلف 5 ملايين بيجيني انا كمقاول يقول لي بدك تعطيني شهادة تجارة بتقدر يقول لك انا جبت شهادة وزارة التجارة انا شايف طيب يا اخي انا بدي اعرف كمان اذا الشركه المصنع على اي اساس؟ يعني الحقيقه صار في يعني مبالغ كثير في هذا الموضوع، فانا بحاجه نوضع قوانين وبعض البلدان تضبط العمليه التجاريه ولا يمنع ان يكون هناك من وزاره الصناعه والتجاره سنويا هناك تقييم للشركات. هاي الشركات اي هاي الشركه بي هاي الشركه سي ولا يمنع هذا ولا يمس يعني بسمعة الشركة لا بالعكس احنا بنحسن أداء الاقتصادي بنحسن أداء التجاري فأنا بقترح أن يكون ضمن بنود وزارة الصناعة والتجارة وأعطاء الشهادة أنه يتم مراجعة سنوية لإعادة تقديم الشهادات بأن يعطى إيه بلس أو يعني أو يصير قانونها مناسب فيما يختص بالشركات اللي تم تسجيلها سابقا وهي بالآلاف ولم تفعل يعني يمكن اقول بس اعتقد نقطة مهمة جدا في موضوع بعدين وهي احنا صارت تواجهنا الان في كثير من القطاع التجاري، انا بتجيني شركة اليوم ممكن تجيني شركة اصلها دينار وين ضماني انا؟ والان معظم الشركات لما تسجل ذات مسؤولية مفهومة حقوق كثيرة ضاعت للحكومة حقوق كثيرة ضاعت لنا يعني انا بيجيني واحد بيسجل شركه ب 1000 ليره او 500 ليره او 5000 دينار راح يشتغل 50 مليون دينار فهذه برضه كمان يعني نقطه بدنا ناخذها بعين الاعتبار يعني سيدي لا بس هو كمان يعني قطبت المراقبه في بريطانيا ممكن تسوي 1 باوند هذا تنزيلها كان بناء على بناء دراسه بالبنك الدولي وحتى الحقوق بس بلاد مستواني احد البلاد يعني المدافع عشان يسال حقوق المحامين احنا بدنا نسمعكم اختنا العزيزه لما
انت عارف الكورت جورنس الروست ريبورت اللي بيسووه البنك الدولي، كان لنا شرف احنا اشتغلنا فيه مع معالي وزير الطاقه الحالي في كان ايامها يعني ما باعها الدكتور ابراهيم سيد. وصراحه المخرجات طلعت لولا المخرجات لازم حتى الان ما انعكسها في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في القانون. بس انا هذا قصدي سيدي على قضيه راس المال، مش هي العبره للضمان الدائم. لا مش عبره. مش عبره. بس على الاقل بعطيك انديكيشن. بالنسبة للشركات المسجلة وما بتمارس نشاط ولها سنوات قوية، بعرفش اللي بتابع عمل دائرة مراقبة الشركات أو بتابع الصحف، خلال العشر أشهر السابقة حولت تقريباً 3200 شركة لسجل الشركات الموقوفة سنداً لأحكام المادة 285 اللي إدارة مجتمعية ما بتمارس نشاط. طبعاً التعاون مشكورين كثير مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لانه كنا بنعرف انه يعني دائره ضريبه الدخل عندها كادر اكبر، هي لازم كل الشركات تروح تقدم لها التقدير الذاتي. فالشركات اللي مش مقدمه التقدير الذاتي خلال اربع سنوات او سنتين وادارتها منتهيه، طبقنا عليها هذا القانون. في عندنا ما بضارب اذا قلت لك يمكن 17,000 شركه، طبعا انا بحكي عن شركات الاموال مش شركات الاشخاص، لأن شركات الأشخاص أنا ما بخاف منهم، أنا بقدر أرجع على الأشخاص بأموالهم الشخصية. زي ما حكيت لك نزلنا أكثر من 3000 شركة عضو سجل الشركات الموقوفة. اجتمعنا إحنا المنزوب عند رئيس المجلس القضائي مع عطوفة أمين عام وزارة المالية، عطوفة مدير عام دائرة الضريبة. بعد مرور سنة سوف يتم تطبيق قانون الشركات، سوف يتم شطب كل هذه الشركات وتحويلها للقصور الإجرامية. بس يعني هاي إنه إحنا مش يعني مش تاركينها. فيما يخص اللي بتحكي عنها الشركات الوهمية أو الشركات اللي عم بتسجل برأس مال 5000 أو 1000 بتيجي عندك، يعني خلينا نعترف بشكل. هلا هذا يعني ما له دخل بجدية البزنس. يمكن في من الاخوان اللي قاعدين هون وانا بعرف عنده شركات 5000 10000 دينار وبتشتغل بملايين، هو انسان صادق وامين. هلا المطلوب من الغير اللي بيتعامل معك هو يتاكد منك. هلا انا هدول الاشخاص انت بتقول لي كيف بقدر اقيمهم؟ انا عم بقيمهم، انا مش راح اعمل زي البنك اقول لك اي وبي وبي بلس. في بيانات ماليه موجوده عندي لشركات الاموال. زي ما قلت شركات الاشخاص انا ما بخاف منها، انت بتعرف الشخص اللي قبالك تقدر ترجع على امواله الشخصيه، واللي ما عنده اموال تقدر ترجع على الشخص المليء فيه. انا بحكي عن شركات الاموال موجود بيانات ماليه، بتقدر تطلب منه البيانات الماليه زي ما بروح على البنك وبياخذ قرض وبيثبت ملاءته الماليه. فانا اذا اجيتك وراس مالي 5000 دينار واثبتت لك بعملي وبشغلي اشتغل معي، انت ما حدا بيقدر يجبرك، يعني مش كل واحد بيجي بيقول لك انا مسجل شركه انت مجبر تشتغل معه. هذا هون دورك انت، انا مش لازم كل واحد اقول له لا لازم تسجل شركه راس مالها مليون او نص مليون عشان اقدر انا اشتغل معه. احنا لنا دور رقابي، بس زي ما حكيت لك مش اني انا اقول له خلي راس مالك كبير خلي خلي خلي، لا. انا بياناته الماليه موجوده عندي، براقبه، وفي عندي خطه، مش راح اطول عليك، في عندي خطوط عمر ما بسمح له يتجاوزهم، وردوا بقانون الشركات نسبة الخسارة 50% 75% أو أي خطأ أنا بلاحظه في بياناته المالية. يعني أنا بتمنى نتعاون مع بعض، بس بالطريقة اللي أنا وياك بنحكي فيها إنه إذا كل واحد بدي أتعامل معه لازم يكون رأس ماله نص مليون 200,000. طبعاً شوفوا كل تجارب العالم، يعني أنا بقول لك يمكن مش رح نقدر نشتغل، يعني هاي بس أنا مع كل الاحترام للجنرال، إحنا في فرق ما بين نتعامل ورقياً ونتعامل عملياً. نحن نواجه مع كل أسف ناس في السوق تتعامل مغطاة بالقانون عملها تنصب بالبلد. شركة أجنبية وأنت على علم بها لا تتجاوز 100,000 دينار أخذت من تجار أردنيين 4.5 مليون مش عارفين قاضيها. إحنا إذا ما إحنا عملنا القوانين أن تكون رادعة والقوانين
القوانين ان تكون حافظه للاموال الاجنبي والاردني. انا ما بقول لك تعال احنا بدنا ناكل الذات بس، ولكن يجب تنظيم ووضع قيود محدده لحمايه ملكيه الطرفين، الفريق الاول والفريق الثاني. احنا ما بنيجي بنقول والله يعني احنا ولا بدنا نعمل موضوع احتكار، احنا بتيجي شركه اجنبيه حياها الله، ولكن انا من اول يوم ينزل يفتح لي محل ويبلش التجار الاردنيين المحليين بسميهم غلابه في القاعه هاي 4,700,000 دينار لغايه الان مش عارفين مع مين نحكي، مع مين القاضي. نفس المكتب عمل تصفيه للشركه، رحنا على سجل وزاره الصناعه والتجاره لعند حضرتك مسجل 100,000 دينار مدفوع والشركه في كامبين ايلاند. طيب وين اروح انا؟ انا لو انه اردني زي ما تفضلت بلحقه، بلحق الجذور تبعه، بلحق كل عيلته بجيبه، بس هذا لا له اول ولا له اخر ولا له اصل. فلذلك احنا اللي عم نطلبه اذا سمحت بس اسمعني واحد سيف جاردز. انا بدي اول شيء سمعه التجاره الاردنيه ان تكون هي السمعه الطيبه، والتاجر الحقيقي حياه الله ياخذ محلي وياخذ كل تجارتي انا بكون مبسوط رضا. اما يعمل علي التفاف ويشلحني بدون رايه بحمايه القانون الاردني لا يجوز. شكرا. اذا بس علق على هذا الموضوع يعني سهوله الاعمال اللي احنا عم نحكي عليها وتقارير التنافسيه اللي بتتكلم شوي احنا نتراجع وللعلم ما زلنا شوي نتراجع، يعني احنا صار سنتين من الاسبوع الماضي اطلاق تقرير التنافسيه. كان من المقترحات على اساس نحسن التنافسيه الاردنيه انه نسهل التسجيل ونسهل تسويق الاعمال، وهذا الحكي اللي ادى انه احنا نسجل شركات براس مال قليل دينار، وهذا يعني هو سلاح ذو حدين. لكن احنا اللي شايفينه بطوخة مرافق الشركات، احنا بنحكي لك كقطاع تجاري احنا صار عندنا اليوم خوف، لانه احنا يعني مش دائما بنقدر نقيد اللي امامك، احنا ما زلنا في الوقت يعني نتعامل بطريقه اللي هي التعامل ما بين الشركات والهاي بطريقه لا تعرف فيه الا في الاردن، اللي هي مثلا طريقه الشيكات المؤجله او تطلب من واحد تقول له اعطيني شو عندك يعني الكومباني بروفايل، شو عندك فاينانشال بروفايل، ما بعرف ما حدا مستعد يعني بتعرف معه. لكن احنا كنا نشتغل على مستوى المعرفه وعلى مستوى انه شركات كبيره. الان دخل على البلد شركات كبيره اسامي كبيره جدا واقسام الخوف، لكن رؤوس الاموال المسجله بها رؤوس اموال لا تفي بالغرض. فما هو يعني هون ندور حتى شركات اردنيه يعني بتفعل تحرك بسرعه بدك تدور على الضمان لانتجاه اهداف مسؤوليه مكتوبه، يمكن ترجو انه هذا الموضوع تاخذوه بعين الاعتبار لضمان حقوق. تفضل معالي نسمع من معالي الاستاذ سامي خزاعه عادل مسعود. مساء الخير. أنا والله شخصيا يعني حاس بالاستغراب من بعض الأسئلة اللي وجهها إخواننا في القطاع الخاص لعطوفة مرافق الشركة. للأسف إنه ما في إدراك لفلسفة قانون الشركة. القانون ذاته، كل قانون له فلسفة، الدولة تعمل القانون، المجتمع يعمل القانون حتى ينظم بعض الأمور ضمن حدود معينة، وفي قوانين أخرى تنظم بقية الأمور، وفي قوانين أخرى كثير لها علاقة بهذا القانون. هلا قانون تسجيل الشركة وبدينار أو بعشرة أو 500 إشي ما له علاقة بممارسة العمل أو الترخيص أو إنه يقوم بأي دور احتيالي في السوق، قطعاً ما له علاقة بالناحية القانونية. مراقب الشركات إخواننا تاريخياً اللي ترجع لقانون الشركات كان الناس يسجلوا الشركات، إذا واحد منكم يتذكر عند الكاتب العدل يروح يعمل العقد، عقد الشركة، الشركة إخواننا شو هي؟ عقد. إحنا الموجودين الآن نتعاقد بين بعض ونوقع على عقد ينظم علاقتنا شغليات الشركة، قديش رأس مالها، كيف نوصل أرباح، كيف تدير الشركة وخلافه. وهذا هو قانون الشركات ليس له علاقة سوى في الروابط المرتبطة بعقد الشركة. لا بعد عقد الشركة بس تنولد يصير كيان قانوني اعتباري يروح يمشي بالطريق، يصير مواطن زي البشر، يروح يمشي. إذا بدي يشتغل بالتأمين بدي يروح يرخص من عند التأمين، بدي يشتري سيارات شو اسمه تاجر سيارات بدي يروح على جهة،
بده يشتغل ابن المصنع بده يروح على محل معين، بده يسوي مستشفى بده يروح وزارة الصحة، ياخذ ترخيصه. بمعنى آخر أن العمليات التشغيلية ليس لها علاقة لمراقب الشركات فيها. هو مراقب الشركات يخلق هذا الوجود القانوني ويعطيه ونظم العلاقة بين الشركاء، أنا وياك شو حقوقنا تجاه بعض بيننا وبين بعض. هلا بدنا نمارس علاقتنا مع الآخرين بدنا نظمها قانون آخر، إيش اسمه قانون البدل؟ في ليش موجود إيش اسمه القانون التجاري؟ ليش موجود قانون العقوبات؟ ليش موجود المحاكم؟ ليش موجود حضرتك أنت ما تعرف إن اللي تتعامل معه رأس ماله 50,000 ما عنده ضمانات وما عنده أرض وجاي جاي من أمريكا وجاي من إسرائيل؟ هذه وظيفتك أنت. الدولة تحط شرطي، تحط مواطن وموظف معك براق الشركات يمشي مع المواطنين يقول لا تعالوا مع الشركات، لا ما تعالوا، ما له علاقة براق الشركات. إخواننا حتى التداول الأسر، تذكر صارت مشكلة اللي بشمال الأردن في موضوع الشنيات البورصة أسر وهمية. إخواننا مراقب الشركات ليس له علاقة في الموضوع كله، حتى الحكومة براقها ما له علاقة في الموضوع، راح وجهت العالم على المحاكم. هلا الشركة من ناحية قانونية مراقب الشركات ليس له علاقة سوى في الوجود القانوني للشخصية الاعتبارية، ينظم العلاقة العقدية بين الشركاء وحقوق الشركاء. أما العلاقة مع الغير أخواننا هذه أنت وأنت ويا أنت وغير.